السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير على خير وبالصحة وان شاء الله. الحاجة الاولى اليوم هو فيديو تحفيزي لكل اعضاء المجموعة، وكلكم يعطيكم الصحة اللي راهم يتابعوا فينا وراهم يسألونا، نقولكم اللي نقدروا عليها ما نبخلوكمش بها. والاسئلة اللي كانت تجينا هي كيف ابدأ الحمية ولا التوازن الغذائي. لازم تعرفوا الحاجة الأولى هي لازم تكون مقتنع أنك تريد تغيير في الشكل والتخلص من الشحوم والبناء الفوضوي الموجود في جسمك. ديجا لو فات راك تخمم على هذه، راك دون لا بون فوا إن شاء الله. والتفكير، وعليك أن تفكر أن السمنة هي مرض، السمنة هي مرض. الحاجة الأولى اللي تفكروا فيها أيضا هي أنك هذا التغيير سيكون من أجل صحتك. لازم تفكر على صحتك، هي حاجة الأولى، صحتك هي تاج راسك. ومن بعد الحاجة الثانية، كل واحد واش يقول. أنا نقول من أجل نحس روحي مرتاحة وما نكونش محرجة في الجسم تاعي، نلبس واش نحب وندير الرياضة اللي نحبها، الرياضة اللي نختارها. باسكو افوس واحد يكون ديجا سمين ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يدير الرياضة، ديجا ركيبيه يكونوا تقال، رجليه ما يتحملوش لو بوا تاع الجسم ديالو. إذا انت سألت وان سألت نفسك متى وكيف أبدأ، فإنك في طريق الصواب، فإنك تريد التغيير. لكن عليك بشيء واحد، ان تغلب نفسك. ان حاولت ان تتأقلم مع هذا النمط فأنت في طريق الصواب ان شاء الله. أيضا عليك أن تضع جدولا للأكلات الممنوعة مثل السكريات، المعلبات، المشروبات الغازية. فكر في حاجة، لو فات هادو ممنوعات راح نستبدلها بالخضر والفواكه، الماء نستبدلها بالشاي، بالأشياء التي تفيد الجسم تاعي. والشيء الثاني، التوازن الغذائي ليس الحرمان، بل توازن، ديجا اسمه توازن، ريكيليبراج، يعني كي نحط حاجة في الميزان تجي ايكيليبري، نكون عادلة في الأكل تاعي، ما ناكل لا السكريات بزاف، لا النشويات بزاف، لا البروتينات بزاف. الجسم تاعنا او يحتاج كل العناصر الموجوده في الخضر والفواكه وفي العجائن وفي العصائر المصنوعه في البيت. اذا ناكل بالمعقول باش الجسم تاعي يستفد من هذه العناصر. ان فكرت بهذه الطريقه ايضا فانت تتقدم خطوه بخطوه. واجعل نفسك قويا، قوي روحك انت بروحك، ما تستنى حتى واحد يدير لك ان انكوراجمون. وايضا لا تهتم للارقام، لا تهتم في البدايه للارقام. ان حاولت في البدايه هي بدايه موفقه لك، وان تاقلمت مع هذا النمط بدايه موفقه لك، ثم يأتي دور الأرقام، يأتي دور نولي ونحسبه، نولي ونرفضوا المتر، نقيسه شحال ولا طلعتي تاعنا، نولي ونطلعوا فوق الميزان، نولي في الدرجة الثانية نهتم بالأرقام. عليك أن تكون شجاعا في البداية، لا تستسلم إن لم تظهر لك الأرقام التي ترغب بها. فعلى جسمك أن يتأقلم أولا مع هذا النمط، لا تنتظر من أحد أن يصفق لك. جسمك الوحيد الذي سيكون فخور بك، وروحك ستكون فخورة بك، فصحتك تاج رأسك. لا تستمع لمن يقول لك أنت سمين، أنت رقيق، كل واحد واش راح يحكي لك. إذن اهتم بصحتك فأنت الأولى بها، ففائدتك لا تنتظرها أن يعطيها أحد، أنت المسؤول عن صحتك. نقولكم أنتم جيوش تقودون عقلكم، صحتكم وجسدكم وكلام الناس. فإذا فكروا جيدا في صحتكم، لا تنتظر من أحد أن يهتم بصحتك وجمالك إلا أنت، في داخلك إنسان جميل. إذا تذكر أنك جميل وستكون أجمل أجمل أجمل.
إن مشيت على طريق الصواب وغيرت نمط حياتك، فلا تهتم لمن يقول لك أنت سمين وأنت رقيق. المهم إن شاء الله يكون استفدت عفوا. إن شاء الله فيديوهات أخرى تكون أحسن من هذه إن شاء الله بتشجيعاتكم بيان سور. نقول لكم تهلاو لي في روحكم، تهلاو لي في صحتكم، صحتكم تاج راسكم، ابتسموا لأنفسكم فإن الابتسامة لأنفسكم ليست جنون. تفكروا ديما راكم رايحين لواحد لو بوت، لو بوت تاعكم هي صحتكم، ما تهتموش بحاجه اخرى. نظموا حياتكم، نظموا النمط الاكل تاعكم، والله تتغير اشياء كثيره في حياتكم. نقولكم يعطيكم الصحه كل من بذل مجهود في هذه المجموعه لي يسحق حاجه، رانا هنا نقدموا ولو بكلمه بسيطه له. يعطيكم الصحه، نقولكم في فيديو اخر ان شاء الله.